السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا شباب. النهاردة معادنا مع أول لاب ريفيجن. هنراجع النهاردة على البيزك كونفيجريشن اللي احنا خدناها في الثلاثة سيشنز اللي فاتوا. فنبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا النهاردة احنا عندنا الدياجرام ده، راوتر متوصل بيه 4 لان، مشابه جدا طبعا للاساينمنت الاخر. اخر اساينمنت احنا خدناه اساينمنت على سيشن رقم 5. فطبعا انا يعني اتعمدت ان انا طبعا اجيب 4 لان هنا، لان في ناس اتلخبطت جدا بسبب موضوع الدي اتش سي بي. ازاي هعمل دي اتش سي بي للراوتر وعلى 4 لان؟ طب احنا خدنا 2 لان، طب الراوتر بيعرف ازاي؟ كل الكلام ده هناخده ان شاء الله النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعه، بدايه في اي نتورك انا ببدا اعمل الكونفيجريشن بتاعتها، فببدا بالبيزك كونفيجريشن للسويتشنج. احنا خدنا السويتشنج، اوكي، يعني احنا بدانا بالبيزك كونفيجريشن بتاعت السويتشنج، فاحنا هنبدا ان شاء الله بالبيزك كونفيجريشن بتاعت السويتشنج بس. ده لغرض التدريب بس، يعني انا عشان ادربك انا اديتك الاول البيزك كونفيجريشن ان انت تبدا بيها على السويتشنج، وبعد كده تروح على الراوتر وتعمل دي اتش سي بي على الراوتر والكلام ده كله. لا، احنا المره دي هنبدا بالبيزك كونفيجريشن على الراوتر. يعني انا هبدا دلوقتي بالبيزك كونفيجريشن والكونفيجريشن كامله بتاعه الاي بي هات كلها على الراوتر، وفي الاخر هنعمل على السويتشنج. ها، تمام كده. يبقى تاني هنبدا بالبيزك كونفيجريشن على الراوتر، و على السويتشات ان شاء الله هنعمل برضو البيزك كونفيجريشن. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكونتينيو كونفيجريشن ده اللي قلنا طبعا هنقول نو انيبل كونف تي. اول حاجه هدي اسم للراوتر، هوست نيم ار، او مثلا على سبيل المثال نسميه مثلا جراند راوتر. تمام، ده الهوست نيم. الهوست نيم الاسم اللي بياخده الراوتر، وطبعا هتلاقيه اتغير هنا اهو معاك. بعد كده هنعمل الانيبل باسورد، هنخليه مثلا سيسكو 123، الانيبل سيكريت سيسكو. هنكري يوزر نيم وباسورد. الاول بس لازم، عايزين برضو يعني احنا جينا عملنا امر اسمه دو شو ران، عشان خلي بالك ان الباسورد دي تظهر كلير. لو جيت عملت دو شو ران، ادي الباسورد بتاعت سيسكو ظهرت كلير، اما الباسورد بتاعت السكريت انيبل سكريت طبعا متشفره. فانا طبعا برضو في اسلوب اللي احنا نشفر بيه الانيبل باسورد دي، بالامر اسمه سيرفيس باسورد انكربشن. تمام، بعد كده هكريت اكونت يوزر نيم ادمن باسورد سيسكو. طبعا الاكونت ده هيفيدني فان انا لو عايز اخش بيوزر نيم وباسورد، وكذلك سواء على الكونسول او الفي تي واي، يعني قدامك تيلنت الفي تي واي دي تيلنت او اس اس اتش. برضه هعمل اي بي دومين نيم، اي بي دومين نيم مثلا جراند دوت اورج. دلوقتي مثلا اللي فاضل، هنخش طبعا على اللاين كون زيرو، نظبط بقى الكونسول سيسكو لوجن لوجن سينكرونس، عشان الرسائل اساس لوج مسج اول ما تجيلي مش تعمل انتربشن مع السطور اللي انا بدخلها، ونو اكزاكت تايم اوت. طبعا انت ممكن تدخل نو اكزاكت تايم اوت لو انت جبت رحت على الدوش وران. بص هتتكتب ازاي، الاكزاكت تايم اوت 0 0. تمام، 0 0. ايه الفرق بين الزيرو دي والزيرو دي؟ لو انت جيت عملت اكزاكت تايم اوت 0، اول 0 دي المينتس، انا كده عملت، يبقى كده الاكزاكت تايم عملته زيرو. تمام، لو جيت دوت سبيس تاني، لو انا جيت دوت زيرو دي وبعد كده سبيس وشفت كويستشن مارك، هجيب لي التايم ان سكندز. يعني انت بتحدد بالدقائق وبالسكندز، اوكي. انت ممكن الاكزاكت تايم اوت او الديلي تايم اللي انت مثلا لو سبت السويتش فتره معينه ما يقفلش منك، انت مش عايز يحصل الكلام ده ان هو ما يقفلش منك، ممكن تعمل نو اكزاكت تايم اوت او اكزاكت تايم اوت 0 0. يعني الامرين بيؤدوا الى نفس الغرض، يعني كل الطرق بتؤدي الى روما. فاضل لوجن لوكال. لوجن لوكال عشان لو جيت دخلت يدخل باليوزر نيم والباسورد، يطلب اليوزر نيم باسورد مش الباسورد بس. وهنعمل اكزيت، نخش على اللاين بي تي واي،
0 15 باسورد سيسكو لوجن لوكال. اللوجن طبعا دي انا مش هكتبها، او لو كتبتها مش هتفيد بحاجه لان هي كده كده مكتوبه. بعد كده هنعمل ترانسبورت انبوت، قدامي تيلنت، عندي تيلنت ممكن اعمل ترانسبورت انبوت تيلنت بس او اس اس اتش بس او نم، مفيش اي حاجه منهم، يعني كاني لغيت الام بي تي واي او الاول اول بروتوكول اول بروتوكولز اللي هي الاس اس اتش والتيلنت. فانا طبعا هعمل اول. فاضل برضو مرحلة، خلي بالكم يا جماعة ان انا يعني بكريت ايه دلوقتي، انا بعمل بيزك كونفيجريشن. البيزك كونفيجريشن ده كان من ضمنها اللي انت تعمل الباسوردات بتاعتك، الاسم بتاع الديفايس، اليوزر نيم والباسورد، كذلك اعدادات الاس اس اتش. فكروني كده اعدادات الاس اس اتش دي عبارة عن ايه، بيطلب مني ايه. بصوا يا جماعة، بداية كده لو انا جيت فتحت ملف تكست عشان برضو ايه نكتب برضو بالظبط المطلوب في الاس اس اتش عشان تعمل الاس اس اتش، يعني مثلا نسميه اس اس اتش كونفيجريشن، او احنا انا بيتهيألي عملته في ملف البيزك كونفيجريشن، نزلته اوكي مفيش مشكله. احنا ممكن برضو نعمل الـ SSH. الـ SSH أول حاجة لازم عشان تعمل SSH configuration لازم يكون عندك host name. تاني حاجة لازم يكون عندك IP domain name. اوكي host name أنا اديت فعلا اسم للراوتر، IP domain name أنا فعلا كريت IP domain name دلوقتي حالا. طب تالت حاجة مطلوبة منك user account، وأنا فعلا كريت user account اللي هو user name admin password cisco. اوكي طيب رابع حاجة هتدخل بقى امر اللي انت تجنريت دي انكريبشن كي. احنا عايزين بقى ندخل الامر اللي هو بيعمل جنريشن الانكريبشن كي. طب دي ازاي؟ بمنتهى البساطه اروح على، انا فعلا هل كريت هوست نيم؟ ايوه كريت هوست نيم. اي بي دومين نيم؟ كريت اي بي دومين نيم. كريت يوزر اكونت؟ ايوه كريت يوزر اكونت. فاضل ايه؟ ان انا اجنريت الانكريبشن كي. بس خامس حاجه برضو معايا انيبل IP SSH version 2. طيب فاضل، انا فاضل الخطوتين دول انا ما عملتهمش، بالتالي هروح للراوتر و هجنريت بقى الانكربشن كي بالامر كريبتو كي جنريت RSA. بصوا يا جماعه انا لو دوست انتر هيقول لي ايه، دخل ال how many bits in the model in the modulus، يعني انت دلوقتي عايز المفتاح كام بت. اوكي او ادوس اكزيت اعمل كريبتو كي جنريت ار اس اي مودولس. بتهيالي المودولس دي مش موجوده الا في الجينيس 3، المفروض يكون في امر اسمه مودولس وتدخل البيتس بتاعت المفتاح. طيب مش مشكله، ندوس ار اس اي و ريبليس يس. انت عايز مفتاح قوته قد ايه؟ هنقول مثلا 2048. اوكي طيب دلوقتي خلي بالك الاس اس اتش enabled، بس في بعض الراوترات انت لازم مجبر انك تدخل الامر اي بي اس اس اتش فيرجن 2. في بعض الراوترات ما اشتغلش فيها الاس اس اتش الا لو انت دخلت ايه الامر ده، لكن هو الراوتر ده اشتغل على طول، بس برضو يعني ايه كمعرف من باب العلم بالشيء. طيب انا كده يعتبر كريت البيزك كونفيجريشن. طبعا انا فاضل لي برضو حاجه بسيطه جدا انه اي بي domain lookup. طب ده ليه؟ no IP domain، no IP domain lookup. ايه فايدة الامر ده؟ قبل ما ندخله تعالوا نشوف ايه فايدة الامر ده. لو انا جيت مثلا رحت على ال user exact mode، لو جيت دخلت اي امر الرسالة دي هو بيفترض ان انت بتدخل كوماند، عايز بتدخل كوماند، الكوماند ده مش متخزن على الراوتر، ده متخزن على الراوتر تاني، او انك عايز توصل او انك عايز توصل لجهاز اسمه دبل اي اس دي اي اس دي. فبيروح يسال الدومين سيرفر اللي هو الدي ان اس على اي بي 255 255 255 255. طبعا ده لا اسم جهاز ولا امر موجود في راوتر تاني هو يكسكيوت من عليه. فطبعا انا هدوس كنترول شيفت 6 عشان اطلع بره.
فانا مش عايز الرساله دي تجي لي. قد وارد وانت بتخش على اليوزر اكزاك مود بدل ما تدوس انيبل دوست اي اس دوست اي بي. فاحنا بقى عايزين نلغي القصه دي بالامر اللي هو نو اي بي دومين لوك اب. طيب عظيم. دلوقتي بقى هنبدا نحط دلوقتي كده عملنا البيزك كونفيجريشن على الراوتر. ايه اللي بعد كده؟ بنقول تاني كغرض تدريبي انا بنيت معاك النتورك من اول السويتشات، لكن احنا المفروض الصح تبدا النتورك بدايتها من الراوتر الجهاز ده. بنبدا بالبيزك كونفيجريشن على الراوتر الاول، ده نمبر 1. نمبر 2 ان انت تبدا تدي الاي بي هات على الانترفيسز للراوتر. تمام، الاي بي هات على الانترفيسز للراوتر. طيب النتورك دي 10.0.0.0/24، فطبعا الراوتر هياخد بوينت 1. هنشوف دي فاست ايثرنت 0/0 هي اللي رايحه على النتورك دي، فبالتالي فاست ايثرنت 0/0 جوه الراوتر هي اللي هتاخد الاي بي 10.0.0.0، لا 0 دي بتاعت النتورك دوت 1. طيب نرجع للراوتر تاني، انترفيس فاست ايثرنت 0/0 اي بي ادرس 10.0.0.1. اتاكد منين ان انا فعلا انترفيس اللي رايحه لللان دي؟ سيبك من ان الباكت ريسر هو اللي قال لك، بس انا جيت دوست انتر وجيت دوست نو شت داون عشان افتح البورت، هتلاقي البورت فتح معاك. يبقى انت فعلا على الانترفيس الصحيحه. اوكي طيب هنروح للانترفيس دي فاس ايثرنت 0/1، انترفيس فاس ايثرنت 0/1 هندي له برده اي بي ادرس. طبعا هي 10.1.0.1/24 يعني 255 255 255.0، وهندي امر نو شت داون وهنلاقي البورت فتح معانا. فاضل ايه؟ البورت اللي فوق ايثرنت 0/0/0. طيب اكتب ازاي السنتكس دي؟ يعني انا عايز اعرف اكتب ازاي اسم الانترفيس يعني بالطريقه الصحيحه. انت قدامك كذا طريقه، سيبك من الباكت تريسر، بنعتبر ان انت شغال على راوتر فيزيكال، فانت بتعمل دوشو اي بي انترفيس بريف. بس قبل ما تعمل ده، الثابت معاك، بص يا شباب، الثابت معاك هو انترفيس. الفرق بقى لو انت جيت عملت شيفت كويستشن مارك، بيقول لك انت عايز دوت 11 راديو ولا ايثرنت ولا فاست ايثرنت ولا جيجا بيت ايثرنت ولا لوب باك ولا سيريال ولا تونل ولا فيرتشوال تمبلت ولا فيلان ولا رينج. كل اللي يهمك هنا الفاست ايثرنت والايثرنت. احنا الفاست ايثرنت ده خلاص اديناه، اما البورت اللي رايح على النتورك الابر نتورك دي اللي هي 10.2.0.0/24 ده ايثرنت. فانا محتاج ايه؟ محتاج الايثرنت. تمام، ده الانترفيس نيم. طيب ايثرنت، طيب هو بقى مديك الكود بتاعه كام؟ لو انت جيت بصيت بقى، نلغي ده كله، نعمل دو شو اي بي انترفيس بريف. بص ايثرنت 0/0/0 تمام، فده السنتكس، ما بقاش 0/0 بس، لا 0/0/0/0. طيب يبقى دخل انترفيس ايثرنت 0/0/0. طيب عظيم، هندخل الاي بي 10.1.2.0.1 /24 ونو شت داون. البورت فتح، الحمد لله فتح. فاضل اللي تحت اللي هو 0/1/0، عظيم. انترفيس ايثرنت 0، بصوا انا كاتب ايثرنت اختصار، لو جيت عملت انترفيس ايثرنت اختصار اهو، لو جيت كتبت اي هيكمل معاك كتاب بالتاب 0/1/0 اي بي ادرس 10.3.0.1 55 55 55.0 ونو شت داون. طيب عظيم. دلوقتي بقى احنا الخطوه الجايه عايزين نكريت دي اتش سي بي بول لكل اللانز دي، بس انا هكريت لللان اللي هي 10.2 دي هكريت لها بول دي اتش سي بي بول، وهكريت ل 10.0.0.0 وهكريت ل 10.1.0.0. ركز معايا في اللي جاي. تمام، طيب دلوقتي هكريت اللي هي 10.0، هسمي مثلا دي هنسميه مثلا ليفت لان، دي مثلا هنسميها ليفت لان، ودي هنسميها مثلا رايت لان، دي هنسميها الابر لان،
ودي هنسميها اللور لان، تخش على الراوتر اي بي دي اتش سي بي بول، تمام. بيقول لك ايه البول نيم اللي هي اسم اللان اللي هتعمل لها دي اتش سي بي. مثلا احنا هنسمي، هنعمل الليفت لان الاول، ليفت لان. اول حاجه بنحدد النتورك، هي نتورك ايه يا جماعه؟ هنا الليفت لان النتورك ايه؟ النتورك اي بي 10.0.0.0، تمام، 10.0.0.0. السبنت لو قلت جيت عملت شيفت كويستشن مارك، النتورك ماسك ايه؟ 255.255.0. طيب الديفولت راوتر 10.0.0.1، الدي ان اس 4 مثلا 4.8 بتاعت الجوجل. طيب الثلاث قيم دول بيعبروا عن ايه؟ طيب مثلا نمسح الكلام ده كله، قال لك ايه؟ اكتب النتورك 10.0.0.255.255.255.0، الديفولت راوتر، الديفولت راوتر 10.0.1، والدي ان اس سيرفر 10.0.0 دوت، لا انا اسف 8.8. بصوا يا شباب، اول حاجه الراوتر ده اللي هيوزع الاي بي هات، فهو بيقول لك انا اوزع اي بي هات في نطاق ايه؟ يعني ايه نطاق ايه؟ يعني هوزع اي بي هات لاني نتورك. فدي السطر ده بيقول له هتوزع اي بي هات للنتورك 10.0.0.0 اللي اسمها ليفت لان، اللي اسمها ليفت لان. ايه الرينج بتاعها؟ يعني يا راوتر، الراوتر بيقول لك انا دي اتش سي بي، خلاص انا هشتغل دي اتش سي بي، لكن انا هدي اي بي هات من اول كام لاول كام. هنا بقى التركه، وهنا المشكله، وهي وهنا الجزئيه اللي الناس بتلخبط فيها. من الاخر كده، كل ما يقابل ال 255 زي ما قلت، يعني انت مثلا عندك 10 مقابل ليها 255، دي بتعبر عن نتورك ثابته ثابته. اما الزيرو مقابله الزيرو الثانيه دي مقابله ال 255 الثانيه. طيب اما الزيرو دي الثالثه مقابله ال 255 الثالثه، اللوت الثالث. اما الزيرو دي مقابله الزيرو، يبقى الزيرو ده هو الرقم اللي هيتغير. يعني الراوتر هيبدا يدي من اول 10.0.0.1 الى 10.0.0.254. الزيرو مش هينفع معاك، الزيرو مش هينفع از نوت فاليد اي بي، مش هينفع معاك، ولا ال 255 از نوت فاليد اي بي. ليه؟ لان الزيرو ده بيعبر عن النتورك اي بي، النتورك اي بي. انت اما تيجي تعرف نتورك فبتحط مكان الاوكتت بتاع الهوست، مش ده الاوكتت بتاع الهوست؟ ايوه، لانه بيقول لك 255.255.255.0. فالزيرو ده انت يا احمد قلت لنا كل ما يقابل 255 يعبر عن نتورك، كل ما يقابل الزيرو يعبر عن هوست. فالزيرو دي بتقابل ال 255، الزيرو دي بتقابل الزيرو هنا، فدي بتعبر عن الهوست. فاحنا لما نيجي نكتب النتورك اي بي، دايما دايما بنكتب النتورك اي بي، دايما بنسيب دايما بنحط مكان الهوست اوكتت، دايما بنحط زيرو. طيب ال 255 ما تنفعش عشان برودكاست. لو انا في نتورك مثلا، النتورك دي عايز ابعت رساله برودكاست في النتورك بتاعتي، فببعت على 10.0.0.255. طيب كلام جميل. الديفولت راوتر ايه بقى ده؟ ايه بقى ده؟ الراوتر بيقول لك طيب يا احمد، دلوقتي لو انا اديت لجهاز اي بي، اديته مثلا 10.0.0. قول مثلا 15، حلو؟ طيب هديله الديفولت راوتر بتاعه ازاي؟ الديفولت جيت واي بتاعه هيكون كام؟ يعني الاي بي بتاع الراوتر للجهاز الفلاني ده هيكون كام؟ يعني في حاله ان الجهاز عايز يبعت لاي جهاز بره اللان، فالجهاز هيبعت، الجهاز عايز يبعت مسج او باكت او داتا بره اللان بتاعته، المفروض يبعتها يا جماعه منطقيا حسب ما خدنا في الحصص النظري ان هو يبعتها على الراوتر او على اي بي الراوتر. طيب هيبعته بقى، هيبعته ايه اي بي الراوتر اللي هو هيبعت عليه؟ اي اي بي الراوتر اللي هو هيبعت عليه هو الاي بي ده. هل ده مرتبط بان ده الاي بي بتاع الراوتر ده؟ يعني هل عشان الراوتر ده مثلا اي بي هنا فاستي تنزيوس 10.0.0.1، فهل هو عشان 10.0.0.1 فانا هحط هنا 10.0.0.1؟ طب افرض يعني، هل الاي بي في الانترفيس دي لو 10.0.0.10 فانا هحط هنا 10.0، فانا هحط هنا 10.0.0.10؟ بتعتمد،
بتعتمد على الموقف اللي انت فيه. قد لان يا جماعه القيمه دي الاي بي ده هو الاي بي بتاع، لو انت جيت عملت دو شو اي بي انترفيس بريف، هو الاي بي ده بتاع فاست تمام زيرو للزيرو اللي رايحه على الليفت لان اللي انا بعمل لها البول. هو ليه؟ لان الدي اتش سي بي هو الديفولت جيت واي، الدي اتش سي بي هو الديفولت جيت واي. فانت دايما الناس بتتلخبط تقول يعني انا في الديفولت راوتر، بما ان ده راوتر وجيت سطبت عليه دي اتش سي بي، فانا بقى خلاص يبقى انا احط بقى 10 زيرو، يعني احط نفس الاي بي هنا؟ لا مش شرط، لان انت القيمه هنا هي القيمه هنا. ليه؟ لان الراوتر ده اللي شغال ديفولت جيت واي هنا هو الراوتر اللي هيدي دي اتش سي بي للجهاز ده. فاما الراوتر شغال كدي اتش سي بي للجهاز ده، فهيجي يديله يقول له اطلع على 10.0.0.1 اللي هو انا، اللي هو الاي بي بتاع الانترفيس دي فاست 8.0.0 اللي هو انا. لكن لو انت جبت سيرفر، السيرفر ده بفرض خد 10.3، اقول ان النتورك اي بي هنا 10.3 10.3.0.2 السيرفر ده، اما اجي احط الكونفيجريشن دي اتش سي بي يا سيرفر انت اي بي بتاعك 10.3.0.2، هيقول لك حلو ماشي يا سيرفر. اما تيجي تدي للجهاز ده اديله من اول 10.3.0. من اول 10.3.0 مثلا 5 ل 10.3.0.254. وانا اقول لك طيب يا احمد ادي انا كسيرفر هدي له بقى الديفولت جيت واي بتاعته ايه؟ يعني لما يحب يخرج بره لللان دي او اللان دي او اللان دي هيخرج ايه الاي بي اللي هيخرج عليه؟ يعني ايه اي بي الراوتر الانترفيس اللي رايحه على اللور لان دي؟ هتقول له 10.3.0.1. هتقول للسيرفر ادي للجهاز ان الديفولت جيت واي بتاعته اللي هيستخدمها في حاله انه لو طلع للان بره اللي هي 10.3.0.1 اللي هو الاي بي بتاع الراوتر ده. هل الاي بي بتاع الديفولت جيت واي اللي السيرفر هيديه للجهاز هو الاي بي هو الاي بي بتاع السيرفر؟ لا لا. اما هنا الاي بي بتاع السيرفر الدي اتش سي بي سيرفر اللي انا عملته على الراوتر بالنسبه لللان دي هو بتاع الديفولت جيت واي او الاي بي بتاع الانترفيس دي. فانا دي حاجه مش عايزها تلخبطك. طيب دلوقتي انا فعلا كريت الديفولت راوتر وده كريت النتورك، كريت الحمد لله الدنيا البول. طيب هروح على برضو هكريت بول تانية للرايت لان. طيب اي بي دي اتش سي بي بول رايت لان نتورك كام؟ 10 دوت بتهيألي دوت واحد، دوت واحد دوت واحد دوت زيرو دوت زيرو 255 دوت زيرو. الديفولت راوتر 10 دوت واحد دوت زيرو دوت واحد. اما دي ناس برضه نفس الكلام. طيب وهكريت بول كمان، انا طبعا بطلع بالابر الابر الابر ايرو او السهم اللي بيطلع لفوق هو ده اللي بكرر بيه الامر. فطبعا عشان ايه هكتب هنا طبعا ابر لان ابر لان النتورك هتكون هنا كام؟ هتكون 2. الديفولت راوتر هيكون هنا 2. ودي ناس هو شغال حاجه. طيب دلوقتي انا بس انا قلت كانت ايه دي الراوتر شغال دي اتش سي بي لللان دي واللان دي واللان دي، دي الليفت يا جماعه دي الرايت ودي الابر. طيب تعالوا نروح نجرب بقى نشوف الجهاز هياخد اي بي ولا لا. كلام جميل، خد اي بي وخد السبنت ماسك الديفولت جيت واي الدينس. طيب تعالوا بقى نعمل حركه يعني ايه ذكيه شويه. لو انا جيت عملت مثلا اي بي دي اتش سي بي بول، انا دلوقتي عايز اعمل دي اكسكلودد. اكسكلودد يعني انا مش عايز الراوتر يدي من اول الاثنين، يعني هو خارج الجهاز من اول الاثنين. طبعا ما اداش الواحد لان الواحد هو اللي واخده الراوتر. طيب لان ليه؟ انا عايز الراوتر من الاخر يدي من اول مثلا دوت 20 او دوت 30. طب ليه يا احمد؟ ايه هتوفر 20 دول لايه؟ ال 20 دول هيروحوا كاستاتيك اي بي للاجهزه اللي بيسموها كي ديفايسز، البرنترز، السيرفرز، مثلا كاميرات المراقبه. فانا بالتالي محتاج احجز اي بي هات عشان استخدمها استاتيكلي، عشان استخدمها استاتيكلي. بفرض ان انا خليت سيرفر، افرض انا وصلت مع الجهاز ده سيرفر واديت للسيرفر ده 10.0.0.2، الراوتر هيعرف منين؟ ما
الراوتر هيعرف منين؟ هيبدأ يدي من اول دوت 2. الديتش سي بي بول بتقول له ادي من اول 10 دوت 1 لحد دوت 254، والواحد مش هيديه لان الراوتر عارف ان الواحد هو الاي بي اللي رايح على الراوتر، فهيبدأ يدي الجهاز دوت 2 مع ان دوت 2 واخده السيرفر بس الراوتر مش عارف. اوكي، فبالتالي انا الاي بيهات الاستاتيك، الاي بيهات الاستاتيك انا هحجزها، هحجز مثلا في حدود 20 اي بي، واخلي الراوتر يدي مثلا من اول دوت 21. فبالتالي انا هروح للراوتر واقول له اي بي بالنسبه انا كده بقى هكريت كام اكسكلودد، انا هوفر اول 20، هخلي الراوتر من الاخر ما يديش من اول 10.0.0.1 لحد 10.0.0.20. يعني انا من الاخر مش هخليه يدي الاوكتت الرابع ده، انا مش هخلي الراوتر يدي من اول دوت 1، ما يديش من اول دوت 1، انا اسف، ما يديش من اول دوت 1 لحد دوت 20. فانا هعمل ايه بقى في الحاله دي؟ بالتالي انا دلوقتي هكريت 3 اكسكلودد، صح ولا لا؟ انا هعمل ده للثلاثه لان انا عملت 3 دي تش سي بي بول، الثلاثه لان دول انا هكريت لهم، انا هكريت لهم اكسكلودد. اوكي، اي بي دي اتش سي بي اكسكلودد ادرس من اول 10.0.0.1 ل 10.0.0. مثلا 20. طيب و بعد كده هنا واحد، دي بقى ايه؟ دي اللي رايحه لي ال، انا اسف جدا. طيب اهي دوت واحد اهي، وهنا هعدل برضو خليها دوت واحد، دوت واحد وانتر، وبعد كده دوت تلاتة، لا انا اسف جدا، لا دي مش دوت تلاتة، دوت اتنين، دوت اتنين. بصوا كريت من الاخر 3 اي بي دي اتش سي بي اكسكلود ادرس. اما ده رايح للليفت لين، الليفت لين بتقول لك ان النتورك بتاعتي 10.0.0.0، فعرف ان دي خاصه بالليفت لين. الدي اتش سي بي بول بتاعت الليفت لين دلوقتي مش هتبدا تدي من اول دوت 1 او دوت 2، لا هتبدا تدي من اول 21، وكذلك دي بتاعت الرايت لين، وكذلك دي بتاعت الابر لين. واضح كده؟ الثلاث سطور بتدخلهم، هو بيبقى الراوتر عارف ان دي خاصه بالليفت لان. ليه؟ لكذا حاجه، لكذا حاجه، ان الراوتر عارف ان انت كريت لان عليه، كريت بول للان عليه اللي هي 10.0.0.0، صح ولا لا؟ 255 255 255 0. اوكي، طبعا انا عندي فيه هنا كونفليكت، بتهيألي كونفليكت سيرفر، سيرفر بينجد. طيب احنا نحاول نشوف الدنيا دي ايه اخبارها، هروح بس للجهاز هنا. ها خد من اول 21، هنروح طبعا للجهاز ده طبعا. طيب هتشوف الجهاز ده خد ايه، الجهاز ده خد برضه 21. طيب كلام جميل جدا. طيب دلوقتي انا كريت الدي اتش سي بي بول على الراوتر، انا كده يعتبر خلصت الدي اتش سي بي بول بالنسبه للراوتر. دلوقتي بقى اللان دي انا عايز السيرفر هو اللي يديها، فلذلك السيرفر ده هو اللي اوبريت از دي اتش سي بي سيرفر. دلوقتي انا لازم الاول قبل ما اشغل السيرفيس بتاعه الدي اتش سي بي، لازم الاول السيرفر ياخد اي بي ستاتيك، فلذلك النتورك عندي 10.3.0.0، فهدي مثلا السيرفر دوت 2، السبنت ماسك بتاعته سلاش 24، الديفولت الديفولت جيت واي 10.3.0.1، ويدي دي ان اس 8 تمام. طيب دلوقتي انا اديته اي بي، اوكي احاول ابنج الاول على الراوتر، اعمل بينج على الراوتر 10.3.0.1، اعمل بينج يعني هو عارف يكونكت على الديفولت جيت واي، انا بنكت على الناحيه دي على الانترفيس دي بتاعت الراوتر اللي هي فات اللي هي ايثرنت 0 سلاش 1 سلاش 0. طيب هروح على سيرفيس دي اتش سي بي، طبعا هبدا بقى ادي ايه، ما تغيرش السيرفر بول، السيرفر بول يعني ما تغيروش السيرفر بول. اول حاجه طبعا لازم اشغل دي اتش سي بي، اعمل اون والديفولت جيت واي 10.3.0.1، لانه هيوزع على النتورك دي، فالنتورك دي بالنسبه لها الديفولت جيت واي بتاعتها 10.3.0.1. طيب الدي ان اس سيرفر 8.8.8.8 هيبدا يدي من اول كام؟ هيبدا يدي مثلا من اول ال 21، هيبدا يدي من اول ال 21، هنعمل سيف. دلوقتي اشتغل، المفروض الجهاز ده بقى ايه، ياخد دي اتش سي بي اي بي، هياخده منين؟ من الراوتر للسيرفر، هياخده من السيرفر.
خد اهو دوت 21، خد دوت 21. طيب دلوقتي هنظبط الاكسس بوينت. الاكسس بوينت هنا هنسميها اس اس اي دي، هندي لها مثلا upper لان الويبا هنخليه احمد مثلا، او هنخليه سيسكو 1 2 3. اوكي الانكربشن هنخليه اي اي اس، هناخد الانكربشن ده ان شاء الله في الفي لان، في الفي تي في الفي بي ان. وهنروح للتابلت، هنروح للكونفيج وايرلس، الاس اس اي دي هنسميه هنا upper، هيكونكت على upper لان الويب بي اس كي سيسكو، سيسكو 1 2 3 سيسكو 1 2 3 بس كده، المفروض يكونكت على الوايرلس upper lane اهو. صحيح اهو عمل فعلا كونكشن. وهنشوف برضو خد اي بي ولا لا، هو خد دوت 2 بس انا عملت اكسكلودد، فهو خد الاي بي ده قبل ما اعمل الامر بتاع الاكسكلودد. ان شاء الله المفروض ياخد اهو، خد دوت 22. طيب بس كده. طيب اللي فاضل احنا طبعا عملنا الاس اس اتش في البيزك كونفيجريشن، فاضل لنا طبعا هنعمل البورت سكيورتي. انا طبعا يا جماعه البيزك كونفيجريشن اللي انا عملتها في الراوتر هو هو الموجود في السويتشنج، اوكي، بس انا برضو اعمل على السويتش ده بيزك كونفيجريشن من اول وجديد عشان برضو هنشوف كذا حاجه. فوست نيم هنسميه مثلا upper switch، تمام. اي بي دومين نراجع شويه بقى، اي بي دومين لوك اب، انا اسف، هنعمل اي بي دومين نيم جراند دوت اورج دوت اورج مثلا، نو اي بي دومين دومين لوك اب انيبل باسورد سيسكو 1 2 3 انيبل سيكريت سيسكو، وهنعمل سيرفيس باسورد انكريبشن عشان نشفر الانيبل باسورد. وهنروح على هنعمل يوزر نيم وباسورد، يوزر نيم ادمن باسورد سيسكو و هنروح على اللاين كون زيرو باس سيسكو لوجن لوجن لوكال ولوجن سينكرونس نو اكزاكت تايم اوت لاين بي تي واي لاين بي تي واي 015 باسورد سيسكو لوجن لوجن. طبعا اللوجن الاولانيه دي ملهاش لازمه خالص يعني، لا اراديا دخلتها كده لوجن لوكال عشان يطلب اليوزر نيم والباسورد. و هنعمل ترانسبورت انبوت اول عشان يطلب اس اس اتش وتلنت يدخلهم الاثنين، يعني يفعل او ينيبل الاس اس اتش وتلنت مع بعض. ولوجن لوكال لوجن سينكرونس نو اكزيت تايم اوت اكزيت. وهعمل كريبتو كي جنريت ار اس اي، عايز كريت مفتاح قوته قد ايه 2048، عمل كرييت بانل اس اس اتش بس انا ده انيبلد اهو اس اس اتش 1.99، بس طبعا برضه هفعل اس اس اتش فيرجن 2. هو كده كده اتفعل اصلا، بس في بعض الراوترات والسويتشات ما بتتفعلش الا لما تكتب الامر ده، الاس اس اتش ما بتتفعلش الا لما تكتب الامر ده. طيب فاضل ايه؟ فاضل ان انا عايز اخلي السويتش اقدر اخش عليه تلنت مثلا من التابلت ده، هخش عليه تلنت من التابلت ده. طيب انا عشان اخش على السويتش تلنت لازم يكون معايا ايه؟ تعالوا نشوف لازم يكون معايا ايه. دلوقتي لو انا جاي عندي على البي سي 2 اللي في اللور لان، انا عايز اخش تلنت على الراوتر، اوكي، فبكتب امر اسمه تلنت 10.3.0.1 فدخل اهو على الراوتر يوزر اكسس فيريفيكيشن سيسكو انيبل، دخل عادي خلاص تلنت على الراوتر. فانا محتاج اي بي ياخده السويتش ده، فبالتالي لو انا جيت عملت دو شو اي بي انترفيس بريف، بص كل دي كل دي ايه انترفيسز. واحد ممكن يقول لي ايه، طب حلو جدا، هو الاكسس بوينت ده متوصل على ايه يا احمد؟ اقول له متوصل والله على فاس ايثرنت 0 سلاش 1. يقول له حلو، يقول لي حلو جدا، طب ما تدي له اي بي. طب تعالى نجرب ندي اي بي لانترفيس فاس ايثرنت 0 سلاش 1 اي بي ادريس، ولا هيعمل اي حاجه. ان ريكوجنايزد كومنت، ليه؟ لان الانترفيس ده لاير 2، الانترفيس ده الانترفيسز اللي في السويتشز اللي في السويتشات لاير 2 نكات بس مش اي بي هات. فبالتالي سيسكو عملت لنا الاوبشن بتاع الفيلان 1 ده، ده يعتبر يعني ان هناخده ان شاء الله في الفيلان، هناخد الفيلان باذن الله، بس هنعتبر الفيلان 1 ده انترفيس وهمي تقدر تدي له اي بي، فبالتالي تقدر تستعمل الاي بي بتاع الفيلان 1 ده عشان تخش التلنت على السويتش، اوكي. فانا هخش انترفيس فيلان 1 عفوا
انترفيس في لان 1 اي بي ادريس 10.2.0. مثلا 3 نو شوت داون، نفتحه، فتح الحمد لله. اوكي نحاول نخش تلنت على التاب من التابلت، نحاول نخش تلنت على السويتش من التابلت. تلنت 10.2.0.3 ودخل اهو، بيقول لي فين اليوزر نيم، اليوزر نيم ادمن، الباسورد سيسكو، ودخل على السويتش اهو. واضح كده؟ طيب لو انا عايز اخش على السويتش من جهاز ده، يعني من جهاز بره اللان اللي فيها السويتش، اللي فيها السويتش ده اللي هو سويتش 2، تعال نجرب. هنخش تلنت 10.2.0.3، اعمل تراينج ومش هيخش. ليه؟ لان السويتش، الجهاز بيبعت للسويتش، بيروح للسويتش، فالسويتش عايز يرد عليه، عايز يطلع بره، فالسويتش ايش عرفه هيطلع بره منين؟ هو الجهاز يا جماعه فكروني كده، الجهاز ده لو عايز يبعت لجهاز بره هيبعت له ازاي؟ هيبعت لمين؟ هيبعت هتقول لي هيبعت للديفولت جيت واي بتاعته، هيبعت للراوتر. حلو، لان الجهاز لو انت جيت دخلت هتلاقي الاي بي كونفجريشن بتاعته الديفولت جيت واي، ومديك الاي بي بتاعه، متخزن عليه الاي بي بتاع الراوتر، هيستخدمه في ايه؟ الاي بي ده هيستخدمه في حاله انه عايز يطلع بره اللان بتاعته، بيبعت على الاي بي ده. اوكي فبالتالي السويتش مش عارف الاي بي بتاع الراوتر اللي هيبعت عليه في حاله انه حب يخرج. اوكي طبعا بيقول لك كونكشن تايم اوت، فبالتالي انا هروح على السويتش وهدخل امر اسمه اي بي ديفولت جيت واي، وهحط فيه الاي بي بتاع الراوتر. هستخدم ده امتى؟ في حاله ان السويتش عايز يطلع بره اللان بتاعته، او في حاله ان عايز اعمل تلنت على السويتش من بره، من بره اللان، من بره اللان دي، عايز اعمل مثلا من الجهاز ده. تعال نجرب مره ثانيه. ها دخل ادمن سيسكو، ادمن سيسكو، اوكي، ودخل اهو على السويتش. طبعا احنا مثلا نعمل بقى ايه شويه حاجات ظريفه كده، نجرب نبنج مثلا على التابلت اكزيت، طبعا هنطلع بره بينج 10.2.0.22، ده بتاع التابلت تهيألي يعني. تعال نشوف، 2.22 اهو، بنج اهو. طبعا اول واحده فوتها عشان ايه؟ الارب ريكوست. لو جينا عملنا مره تانية اول باكت فوت عشان ارب ريكوست، لو جيت عملت مره تانية الاربعه هيجوا كاملين عادي. دلوقتي هنعمل البورت سكيورتي على السويتش. طيب البورت سكيورتي، لو انا جيت مثلا عايز اخلي البورت سكيورتي بيخليني ان انا احدد عدد المكات او الاجهزه اللي تخش على البورت الواحد. اوكي طيب انا عندي بورت فاست ثمانية زيرو سلاش 1، انا من الاخر عندي تابلت صح كده؟ افرض بقى ان انا عايز اخلي التابلت ده بس هو اللي يخش، وتابلت واحد بس برضه هو اللي يخش، مفيش اي حد تاني، تمام؟ ده البورت سكيورتي. يبقى هدخل انترفيس بس هنزل سلاش 1، اول حاجه هحول البورت ده للاكسس، وبعد كده هفعل خاصيه البورت سكيورتي، وبعد كده هحدد الماكسيمم اللي هحدد الاجهزه، عدد الاجهزه الماكسيمم اللي هتكونكت، ماكسيمم هنخليه اثنين مثلا، هنخليه اثنين. اوكي سويتش بورت، بورت سكيورتي هيعرف بقى الماك ادرس ازاي، هنخليه ستيكي، يعني اول اتنين يخشوا يحفظ الماك ادرس بتاعتهم على طول من غير ما انا اضطر اكتبهم بنفسي. في حاله ان الفايوليشن حصل، فايوليشن، هنخليه شوت داون. اوكي طيب تعالوا بقى نجرب، هنجيب تعالوا بقى نجرب نعمل الفايوليشن. طبعا المفروض التابلت ده حتى لو انا دخلته على الاكسس بوينت هيخش عادي، لان انا سامح بجهازين. هوبر لين وويب ابي اس كي، هندخل مثلا سيسكو 1 2 3 يس. هنجيب بقى ايه؟ وايرلس كمان. طبعا احنا لو جيت عملت هنا دو شو ران ماك ادرس ستيكي، هو خزن الماك ادرس ده بتاع الوايرلس ده، بتاع الوايرلس ده. اوكي لان انا جيت مثلا عملت هنا عشان اعرف يعني اتاكد ان ده الماك ادرس على الوايرلس ده، لو جيت عملت اي بي كونفج سلاش اول، بص بي اي 7 اي اهو، لو جيت دخلت على السويتش متخزن هنا بي اي 7 اي. التابلت ده عشان اخليه يتخزن برضو لازم ابنج على السويتش او اعمل اي باكت تخش في السويتش عشان السويتش يحفظها. بينج مثلا 10.2.0.3 هبنج على الفي لان بتاعت السويتش او الاي بي اللي واخده الفي لان 1 بتاع السويتش، وبالتالي هلاقي برضو السويتش خزن. لو جيت عملت دي شوران تاني هيخزن كده اتنين ماك ادرس عنده المفروض اهو، اتنين ماك ادرس.
اوكي انا بقى هحاول ادخل بقى ايه تابلت كمان. تعالوا نجرب وايرلس اهو، وهروح هنا وايرلس زيرو ابر لين ويب اب بي اس كي سيسكو 1 2 3. طيب تعالوا بقى نشوف هياخد اي بي ولا لا. قفل ليه؟ تعال نراجع يعني ببساطة كده ومن غير تعقيد على الكونفيجريشن. انا جيت قلت حولت السويتش بورت الفاسيتي 0/1 لاكسس مش ترانك، لان الترانك ما بيتعملش عليه بورت سكيورتي. طيب سويتش بورت بورت سكيورتي، فعلت البورت سكيورتي ماكسيمم 2. انا قلت اقصى عدد من الاجهزه 2. طب هو تعرف الاثنين دول كمان ازاي؟ ده انا مش قلت اقصى عدد من الاجهزه 2، اي 2 يخشوا اول 2 يخشوا. هو يعني مثلا انا ممكن اخلي الاثنين وايرلس دول يكونكت تمام، وافصل واحد بينهم وادخل واحد تالت واحد كمان بدلهم، يبقى كده برضو 2 والسويتش هيدخلهم. لا ده انا قلت له 2 و2 بس، والاثنين دول بالذات اللي هو تابلت 0 وتابلت 1. اما تابلت التابلت الثالث لا، عرف ازاي السويتش التابلت الثالث عمل فايليشن؟ لان هو سجل الفي الماك ادرس بتاعت الاثنين تابلت اللي انا قلت للسويتش ما تدخلش اللي هم، هو ما تدخلش الا اثنين بس. اوكي ورحت قلت له فايوليشن، بس هي مش متسجله في اللي مش متسجله في الشو ران، بس انا ممكن اوصل الفايوليشن. انا عملتش فايوليشن شوت داون، لو جيت عملت امر شو بورت سكيورتي انترفيس فاسيتي 0/1 اوكي يقول لك طبعا ان في فايوليشن حصل. اما هنا بيقول لك ان الفايوليشن مود اهو شوت داون، الفايوليشن مود ايه شوت داون. اوكي فانا قلت للسويتش اول ما يحصل فايوليشن اعمل شوت داون. طيب انا دلوقتي بقى ايه عايز افك الفايوليشن ده، عايز افك افتح البورت تاني. فانا قلت في السيشن اللي فاتت كنت تي انترفيس بس 0/1 هنقفله، لان هو مش مقفول، هو محطوط في وضعيه اسمها اير ريسيبر، هو مش مقفول فهنقفله، وبعد كده هنعمل له شت داون مره ثانيه وهيفتح الانترفيس. ان شاء الله انا هرفع لكم اللاب ده تطبقوا عليه كده، تطبقوا اللاب ده ورايا. طبعا فاضل البيزك كونفيجريشن في السويتش ده والسويتش ده والسويتش ده، فانتوا تعملوه ان شاء الله كهوم ورك. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.